بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكي عبد العالي، مهندس برمجيات، ونكمل في دورتنا الجياز الدرس 20. وفي هذا الدرس نتكلم على تايب أورام الجزء الثاني. آخر ما قمنا به هو تجربة الكود، ونجحنا باستعمال الكود أوتوماتيكيا حيث أنشأ كلاس أونتيتي اسمها يوزر، وعندي أندكس هنا كيفية الاتصال مع قاعدة البيانات. أوكي، بعض الأمور التي يجب أن نتعرف عليها أيضا أننا نستطيع إرسال الكونيكشن في شكل Object JavaScript هنا للخاصية Create Connection أو الميثود Create Connection. هنا نستطيع إنشاء Object ونمرره مباشرة بدون استعمال الكونفيجوراسيون في هذا الجيزون، يعني ORM Configuration بدون استعمال هذا سنكتب مباشرة في الكود. الشيء الثاني هو أننا في الأونتيتي نستطيع أيضا تحديد الكولون، يعني طول السلسلة. مثلا نكتب هنا بار شار، وفي شكل أوبجكت نكتب length، نعم length، وثم سيكونس مثلا. إذن هكذا نعطيها أن هذا الفيرست نيم هو عبارة عن سيكونس كاركتر 150 حرف، والاج مثلا هو انت هذا نمبر سنتركه. اوكي، هذا يجب التعرف عليه. ايضا هناك يعني في الدوكيومنتاسيون العديد من الامور يجب ان ناخذها بين الاعتبار وتفيد كثيرا في استمرار في هذه المكتبه. الان سنذهب الى السورس ونغيره كي السورس الخاص بي اولا الذي قمنا به في الدرس السابق، وهو في الانتيار لدال يعني في هذا الدرس، و اندكس سنحاول ان شاء الله عمل نفس الميثودات التي قمنا بها. اذا سنقوم بتثبيت اولا ماس كيو مثبته. اذا ساقوم مباشره بنقل الكود. اوكي، نذهب الى اندكس، هذا فتح الاتصال. اذا ساقوله قبل ان تفتح الاتصال اريدك ان تنشئ لي ميثود من نوع get user. مش لاحظون هذه get user لا يشتغل في الاتصال، نتوجه تراي كاتش مباشرة سنكتب الكود الذي هو هنا. اذا افتح الاتصال ثم كاتش. اوكي، فتحنا الاتصال مع القاعده. نستطيع ارسال كما قلت بارامترات للكونفيجوراسيون، يعني السيرفر وكل شيء، لكن لا داعي. ثم هذا لانشاء يوزر جديد سنتركه بعدين. نحن نريد استرجاع الداتا. استرجاع الداتا يتم عن طريق هذا، ساترك ايضا الكونسول. هذا هو استرجاع الداتا. وأيضا أريد أن أعمل إكسبورت في الأخير للميثودات. حاليا ليس عندي get by ID ولا set، عندي فقط get user. إذا عندي get user ستسمح بالاتصال مع قاعدة البيانات. أوكي، ترجع لي داتا. أوكي، ونجرب ورام ند npm npm start. قبل هذا سأعرض، سأقوم بطلب مباشرة هنا كي تعرض لي، سننفذ كل شيء هنا إن شاء الله. المفروض تعرض السجلات التي تحصلت عليها في يوزر. هناك error، أتأكد من
لم يقم بتحديث الحقول له 150 أنظر شار هو لم يقم بتحديدها. ننزح هذا لاحقا سنرى ما هي. والآن أعرض النتيجة هنا والتي هي في قاعدة البيانات. إذن كانت المشكلة في ذلك التغيير. إذن سنقوم ب edit ونكتب AAA و BBBB 2 و CCCC 3 ونعمل ستارت من جديد. ثم تلاحظون احضرنا الداتا هنا. استطعنا عمل نفس الكود. اوكي نرجع الى هنا. اريد عمل نفس الشيء لكن بميثود ثانية هي ماذا سميناها؟ get user by id. حيث أرسلنا له بارامتر من نوع number. إذن get user by id هذه get user by id سأطلبها هنا وأطلبها هنا أيضا أصرح بها في الأسفل أو أعرف بها في الأسفل لكن سأطلبها هنا. وهنا تطلب مني الرقم سنأخذ رقم موجود في القاعدة إذن رقم 3 مثلا. هذا نمبر سيأتي 3. إذن كيفية البحث على سجل بواسطة هذه المكتبة. إذن في المثال الذي قام به هنا فقط سيف سنبحث على في الدوكمنتاسيون دقيقة وهذا هو الموجود. إذن اسم الحقل واسم الفاليو نعمله في فاين. إذن هل هناك فاين 1 ثم اسم الحقل اللي هو id اظن في قاعدة البيانات نعم هو id والفاليو اللي هي id ايضا التي تأتي id اللي تأتي من هنا من فوق استطيع ان نسميها مثلا user id لنغير فقط. هنا خطأ لأن هنا يعمل ريبرس. ما هو هذا؟ سننشئ هذا. كما قلت الدرس يعني سنسميه db user. الدرس تلقائي دائما كالعادة يعني أجرب في نفس الوقت. القاعدة هي user أو الجدول هو user. user هذا اللي هو entity. Okay. connection هذه هي هنا نسميها c. ثم هنا سي ليس هنا سي ويت مباشرة دي بي يوزر. دي بي يوزر
كونديسيون وهذا users يعني هذا user موجود هنا. نشاهد مثال photo connection photo هي ال user هي من ال entity هذه نحو إلى فاين مباشرة. هناك مثال آخر بل عملت فاصلة هذا هو الخطأ عنوان اوكي احفظ اجرب دال ستارت هناك خطأ اذا User. Not find user. هذا اليوزر هو موجود في الحالة نعم ماجي سكيل قدرا أخطأت فيها في الجافا سكريبت وكما تلاحظون أعطاني رقم الاي دي رقم 3 إذا لو أريد الاي دي رقم 4 قل له أعطيني الـ ID رقم 4 مثلا اللي هو CCC Start وكما تلاحظون أعطاني السجل الرابع من قاعدة البيانات كما تلاحظون هو رقم 4 إذا استطعنا عمل get all و get by ID الآن سنعمل insert نفس الدرس السابق هذا الدرس السابق يقول insert هذه هي save سميناها save نأتي بها ونضعها هنا ثم نعمل نفس الشيء الذي قمنا به حتى البارامتر يعني إذن البارامتر هو عبارة عن user okay. ثم أنا أعطيه user في شكل user okay. ثم أقول له يعني مباشرة مثل ما قمنا في الأول لا داعي إلى صنع ذلك المتغير ومباشرة أقول له save وأعطيه بين قوسين اليوزر الذي مررته هنا سأعمل فقط هكذا يوضح أنه بارامتر وهنا save data ستقوم بالتسجيل إذا لو كتبت لو كتبت هنا save سيطلب مني user هو في شكل object وأعطيه user هذا والآن سأعطيه abcd e
انا ما عندي اربعة. اذا كما تلاحظون ليس عندي أ هنا، ونجرب الكود. نعمل ريفرش. هناك نشاهد المثال ماذا قام به. سيف هو ايضا قام بنفس الشيء، اذا لابد من دي بي الذي قمنا به هنا. نعمل دي بي، لا نمر هكذا مباشرة، و أنشأنا أوبجكت، وهذه لا ترجع بل هي فقط سيف هكذا. من بعد و كما تلاحظون ظهرت النتيجة 4 4 4. إذا تم بنجاح. سنجرب الأخير RRR 5 5. هل يوجد خطأ؟ لا يوجد. غريب، بطيء يعني جدا. ورم سأضع الكونسول لوج كي أتأكد أن سنكرون كونسول لوج. أعرف أين بالضبط يتأخر. لم يضف السجل، غريب يعني. Start. والآن كل شيء تم بنجاح وسريع. RRR 5. وكما تلاحظون هو يعمل في أوبديت. هذا ربما غير لي الداتا لكن لم أنتبه، أعتذر.
لأنه يعمل في أبديت ولا في وليست في أنسرت، لأني أعطيه نفس الـ ID هنا كما تلاحظون، أعطيه نفس الـ ID. لو أعطيته 5 هنا السيف أوتوماتيكيا تقوم بأبديت وأنسرت ولم أنتبه لهذا. هكذا نتعلم. إذا الآن كما تلاحظون أضاف السجل، سأضع هذه هنا. كثير. اوكي وأعمل ستارت. كما تلاحظون ايضا عمل يعني انسرت. أتمنى أن يكون هذا الدرس موفق. إلى درس قادم إن شاء الله. انتهينا من الورم الخاص بالجافا سكريبت. إلى درس قادم سنقارن ما بين الدروس، دروس الدلفي سيرفر يعني باك اند، دروس سي شارب اللي هي دوت نت كور، والدلفي هي راد سيرفر، ودروس الجافا سكريبت هي النت جي اس. سنقارن بين الدروس كي آخذ ما هي الدروس التي نعملها هنا وهنا، ثم نكمل إن شاء الله واحدة واحدة. السلام عليكم.